محمد رسول الله، حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، نتناول اليوم بفضل الله وقوته وتوفيقه لنا أن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فأي من أحباب اتقوا الله عز وجل فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتأهبوا لعرض أكبر على الله، فقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فاتقوا الله يا عباد الله، فيستحضر أعمالكم يوم القيامة بين يديه، ويحذركم الله نفسه. واعلموا أن الله جل وعلا يضع الموازين القسط، وأنه جل وعلا هو المحاسب لكم، وكفى بنا حاسبين. وأنه جل وعلا يخبركم في الكتاب أنه إذا وضع الكتاب ترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. أيها الأحبة الحاضرون، عليكم بلزوم محاسبة أنفسكم وصدق المراقبة، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في يوم القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن أهمل المحاسبة لنفسه دامت حسرته. أيها المسلمون، لا ينجينا إلا الطاعة، وقد أمر الله جل وعلا بالصبر والمراقبة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عليكم بالمراقبة ثم المحاسبة ثم المعاقبة، ولا بد من المجاهدة والمعاتبة. عليكم بمحاسبة أنفسكم في كل يوم، إن خير فعلتم فباركوا أعمالكم، واسألوا الله جل وعلا القبول والتنافسوا في الخير، وإن شر صنعت أنفسكم فحاسبوها وامنعوها وجاهدوها بطاعة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، على كل ذي عقل حازم آمن الله وباليوم الآخر، وأن لا يغفل عن محاسبة النفس، لا تغفل عن محاسبة النفس. واعلموا أن السلف الصالح عليهم رحمة الله
كانوا يحاسبوا أنفسهم. وفي الترمذي وعند ابن ماجه وعند الحاتم وعند حاكم وأحمد عن شداد بن عوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ألم يكن عمر رضي الله عنه وأرضى: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فاستعدوا يا عباد الله، إذ أنكم ستعرضوا لمن تخفى على الله منكم خافية. واستحضروا رحمة الله واستحضروا مراقبة، واعلموا أنه يعلم قائنة أعين وما تخفى الصدور. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أيها المسلمون، اعبدوا الله كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه جل وعلا يراكم، وهو مراقب لكم وسيحاسبكم. رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان الله مضى وإن كان لغيره تأخر، هكذا قال الحسن رحمه الله. فراقبوا ربكم جل وعلا حتى بطاعتكم، وعليكم بالإخلاص فيما فيها ومراقبته في المعصية بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح.